الزمالك والأهلي في استاد القاهرة بحضور جماهيري حتى وإن كان غير كثير في الأيام المقبلة وتحديدا في مساء يوم الجمعة المقبل. والمواجهة بتأتي بعد ما الفريقان نجحا أو الفريقين نجحا في أن هم يقتنصان النقاط الست في أول مواجهتين، فاز الزمالك على إمبي ثم طلائع الجيش، وفاز الأهلي على الإسماعيلي وبعدها فاز على البنك الأهلي. 6 نقاط والفريقان يلتقيان من أجل صدارة منفردة يوم الجمعة اللي جاية. هل سيدير المباراة طاقم تحكيمي مصري أم أجنبي أم حتى بين الاثنين يكون عربي فمش مصري وفي نفس الوقت مش أجنبي وبالتالي أسهل؟ حتى الآن طاقم التحكيم سيكون مصريا، وأعتقد أن بما أنه حتى الآن وإحنا في يوم الاثنين بنتكلم في طاقم تحكيم مصري ولم يتم مخاطبة حكام من خارج مصر بشكل رسمي حتى الآن، فأعتقد أنه صعب جدا أن يكون في حكم غير مصري، ولكن ده حتى الآن لأنه قد يكون في ترتيب مع حكم عربي وده مش هياخد نفس الإجراءات الصعبة اللي هتتاخد إذا كان طاقم التحكيم أوروبي. ولكن بالنظر لأن المباراة ستقام بتحكيم مصري بإذن الله أغلب الظن يعني، فمهم جدا أن احنا نعتمد على كل الإمكانيات المتاحة حاليا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت عندك صورة حلوة جدا تلفزيونيا، عندك إعادات حتى في بعض الكرات اللي مش محتاجة إعادات كتيرة بتتعادلك بمختلف الزوايا، ودي حاجة حلوة لإظهار الإمكانيات. يعني النهارده كان في فاول في ماتش سموحه والمصري بورسعيدي اتعاد ما لا يقل عن 13 مره في وسط ما الكره واقفه، عادلنا الكره العاديه الفاول العادي ده اللي هو طلعت ضربه مرمى يعني، اتعادت لنا بتاع 13 مره. حلو، جابها لك من كل الزوايا، من وهو اللعيب بيلعبها من ظهره ومن ورا الجون ومن وسط اللعيبه من اليمين ومن وسط اللعيبه من الشمال ومن اللعيبه وهي داخله تعمل بتحاول تلتحم عشان الكره قبل ما تطلع بره. حلو جدا، فياريت بقى ان احنا نستغل ده في اللقطات اللي لازم تتعاد. يعني ما نجيش نلاقي في مره مخرج يقرر ان اللقطه دي انا شايفها ما تتعادش، لا يا سيدي احنا شايفينها تتعاد. فطبعا انت ليك الحريه، انت المخرج انت المبدع يعني، لكن في حاجات بتبقى جدليه محتاجين نعيدها. في ماتش الاهلي بقى والزمالك يا ريت تعيدوا لنا كل حاجه، طبعا مش في وسط ما الكره شغاله تعيدوا لنا لقطه، انتوا ادرى مني يعني، لكن يا ريت تعيدوا لنا كل اللقطات علشان احنا نتفرج ونحكم حتى وان كان ملهاش تاثير في قرار الحكم. يا ريت تخلوا الواحد يكون انطباعه، الكره دي ضربه جزاء ولا القرار بتاع الحكم صح ولا القرار بتاع الحكم غلط ولا اللقطه دي جميله ولا اللقطه دي كانت المفروض اللعيب يتصرف فيها كذا. خلونا نتفرج ونستمتع بالامكانيات الحلوه اللي متوفره دلوقتي في الكره المصريه. فيا ريت علشان ما يبقاش فيه القيل والقال بتاع ده عادها ولا ما عادهاش، ده قصدها ولا مش قصدها، عيدوا وخلونا نستمتع بهذه الكادرات العظيمة اللي انتوا كمخرجين بتمتعونا بيها لما بتعدوها قدامنا. وفي نفس الإطار مهم جدا ان احنا نبقى يعني متفرجين على الماتش واحنا يعني عندنا شوية ان هو موضوعية، بمعنى انه مش قبل الماتش نقول يا ترى بقى الزمالك هيجيبوا كام ضربة جزاء النهاردة، لانه ده بيخليك تحس انه ايه ده الزمالك جاله ضربه جزاء فعلا وانت لسه سائل السؤال ده، فتحس انه ده ما ينفعش. لا، هو فيها اما الزمالك يجيله ضربه جزاء الماتش الاولاني والتاني لو كانت ضربه الجزاء صحيحه، ونفس القصه على الاهلي. فخلوها تبقى القرار صحيح ولا مش صحيح، مش الزمالك جاله ضربتين جزاء في ماتشين متتاليين. فبرضه يعني العين ما بتكدبش، العين بتشوف بنفسها. فضربه جزاء الزمالك مثلا امبارح اعتقد الاختلافات عليها قليله قوي، يعني واضح ان هي ضربه جزاء اكتر منها بكتير من ان هي مش ضربه جزاء. فمش عشان حد كان قال ان يا ترى الزمالك هتحسب له كام ضربه جزاء النهارده يبدا ايه، يبقى ده الافيه السائد. ونفس القصه على الاهلي لان هي بتبقى احيانا متبادله يعني، لكن امبارح كانت موجوده اكتر على الزمالك.